قبل 4 شهور يعني بديت حلد، يعني بدل أسأل عندهم ورجع على الطرش، وبعد الطرش السعلة، وبعد السعلة يعني الحرارة كانت جس عندهم، كنا نجيب لهم حتى العلاج حق الحرارة ما ذاك الساعة. وصرنا بهم مستشفى الأمانة، حولوا بنا أنا 7، ما كان ما بش معانا زلط، رجع بنا بهم العيادة هناك يعني مركز صغيرهم. دارت حين كنا نستنى الشر، ودارت حين ماشي، قال الإسهال هذا كذيد والحمى والطرش، وذاك الساعة يعني واصل لا يعني لا هذا الحين لما سعفناهم سركهم حالتهم هكذا، وقالوا هي ذاك نستنى الثلاث زلط. ولدك بالبيت يعني ولدك الأول، جبك الأول يعني ساعة الميت، ولدك بالثاني يعني ما فاق الأول إلا بعد ما فاق الثاني. قبل 40 بدأنا نأكلهم جبن وحليب، يعني ما كنت شكفهم الحليب نعقم لهم، بس الماء معاي يشربوا هكذا. هذه حاجة خطيرة لما يوصل لهذا المرحلة، لما جدو ضعيف قوي تشوف أوردته الأوردة حقه والشرايين تكون ضعيفة ضعيفة، كل شيء بينهار عليهم، كل حاجة بتنهار. أعوذ بالله ولا قدر الله أن الطفل ممكن يتوفى، يا أما أن الطفل يدخل في سوء التغذية المزمنة، أن الطفل نفسه يكون قصير القامة، الولد نفسه لما يدخل المدرسة يدخلها المدرسة تعلمه نسبة هروبه من المدرسة عالية، لأنه تكوين التغذية لدماغه ما وصلتش. يتكون الدماغ في الطفل أقل من 2، هي بينمو الدماغ بعد 3 سنوات ما عاد ينموش الدماغ، خلاص يتوقف عن النمو. البنت نفسها لو ما تكبر، لو ما تحمل، الحمل حقها يعني يكون في أحيانا يكون في صعوبة، ممكن يحصل لها مضاعفات الحمل النزيف، ممكن يحصل لها فقر دم وقت الحمل، لأن هي ما تغذت صح وهي صغيرة أقل من 2، يحصل هذا الأشياء. وفي نفس الوقت أنا خوفي الأكبر منه أني تجيب أطفال ناقصين الوزن، وهذا المشكلة الكبيرة الذي بتحصل، أنه ابنها أو بنتها في المستقبل ممكن يواجههم نفس المشكلة هذا مثل ما واجهت الأم. فتبقى مراحل سوء التغذية مرتبطة بكم إذا ما تعالجت من حين عادي أقل من 2. تقريبا 60% من أطفال اليمن عندهم سوء تغذية مزمنة، 58% إلى في بعض المحافظات وصلت إلى 70%. إذا ما قدرناش نعالج الأطفال هؤلاء من اليوم ممكن ما نقدرش نعالجهم في المستقبل، لأن إحنا دحين هذا الجيل حقنا. أنتوا أسرة نموذجية، ديتوها في الوقت المناسب بحيث إن إحنا نقدر نعالجها ونقدر نلحقها. ولا تخافوا على هؤلاء، حتى أنت دحين بتشوف هؤلاء ضعيفين، ارجعوا طبيعيين، ارجعوا مثل أختهم بالضبط.